مباريات مضغوطة اللاعب العراقي ما متعود عليها. أضف إلى هذا الموضوع أنه إحنا وسائل التنقل عندنا، وسائل النقل عندنا ليست مريحة مثل ما معمول بها في باقي البلدان اللي موجود بها هكذا ضغط بالمباريات. هذه نقطة. وسائل الاستشفاء عندنا متخلفة، نكون واقعيين، إحنا ما زلنا على براميل الثلج بعد التمرين، وما زلنا يعني غرف تغيير الملابس، المرافق الصحية، وسائل الاستشفاء يعني لا تليق بدوري يسمى دوري نجوم العراق. هذه حقيقة. لا ننظر إحنا فقط للملاعب، ملاعبنا الآن ممتازة كاستاد للمباريات، النقل التلفزيوني، كلها جيدة، ولكن المرافق الأخرى اللي أيضا تصطدم في ثقافة اللاعب، وهي نقطة أيضا مهمة، هاي أيضا نقطة جدا مهمة، ثقافة اللاعب بالاستشفاء بالتغذية اللي تساعده على الاستمرار في هكذا دوري. لهذا الإصابات الآن بدأت تظهر بشكل واضح غالبية الفرق، والدوري هذا هو بحد ذاته هو دوري استثنائي، يعني حدثيا مهمة، تصفيات كأس العالم وبطولة آسيا، وتأخر الدوري تأخر صيانة بعض الملاعب أيضا أثر في هاي البرمجة، ولكن رغم كل هذا لا ننسى الإيجابيات الأخرى.